فالله عفو يحب العفو ويحب أهل العفو من خلقه. عفو يحب العفو ويحب أهل العفو من خلقه. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي في الحديث: وتر يحب الوتر. وهكذا شوف أسماء الله التي حبب الله إلينا أن نتصف ببعضها، واسعى لأن تتصف بما فيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، فهو العدل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان مقسط، لأن الله يحب المقسطين، فهو عدل يحب أهل العدل. والعكس، الله حرم الظلم على نفسه فهو لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه واختص نفسه بصفات ورفض أن يتصف عبده بها، ولذلك من نازع الله فيها كان جزاؤه النار، كما في الحديث عند ابن ماجه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. صفة المتكبر، صفة العظمة، هذه خاصة بالله، لا يجوز لعبد أن يصف نفسه بها ولا أن يتخلق بمثقال ذرة منها.